مرحبا بكم مستمعي اذاعه لودجي راديو ومشاهدي قناه لودجي تي في. فقره تيكويك، فقره اللي كرفقكم من خلالها انا عايشه بوسكين باطلاله في اخر مواقع في لي نوفيل تكنولوجي هاي تيك اي ديجيتال، باش هكذا ترجع حياتكم اليوميه اذكى واسهل. كشفت شركة أبل الأمريكية يوم أمس الاثنين عن منتجات جديدة، وذلك في آخر المستجدات لمؤتمرها السنوي للمطورين العالميين WWDC. كان من بين أبرزها نظارات فيجن برو للواقع الافتراضي المعزز. وافتتح الرئيس التنفيذي للشركة تايم كلوك الحدث بتوجيه الشكر لمجتمع المطورين قائلا: سيكون يوما تاريخيا مع أكبر إعلان على الإطلاق في WWDC، هيا بنا. إليكم مستمعينا أبرز الخاصيات التي جاءت بها منتجات أبل وأسعارها. أول منتج سنتحدث عنه هو نظارات فيجن برو. هذه النظارات التي خلقت ضجة في الوسط التكنولوجي ستطلق مطلع العام المقبل، بعد أن يتاح للمطورين الوقت لإنشاء تطبيقات تعمل مع النظام. تقول الشركة إن نظارات الواقع المعززة الجديدة من أبل تعمل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثلا يمكن للمستخدم تشغيل أدوب لايت روم وتحرير الصور باستخدام عيونهم وأيديهم فقط، كما أن العديد من التطبيقات والألعاب الشائعة ستحصل على وصول كامل إلى ميزات نظام فيجن OS، وكذلك تطبيقات مايكروسوفت وورد وإكسل وتايمز وزوم. إضافة أنه سيكون لدى فيجن برو متجر تطبيقات جديد تماما لتنزيل تلك التطبيقات المصممة خصيصا لفيجن OS، بالإضافة إلى تطبيقات آيباد وآيفون المتوافقة. تبلغ قيمة نظارات الواقع المعزز فيجن برو ما يقارب $3,499، أقرب منافس لها هي نظارة ميتا كويست برو تكلفتها $1,000. ثاني منتج هو جهاز ماك بوك إير مقاس 15 بوصة مع معالج M2. يعد هذا الجهاز الجديد أنحف كمبيوتر محمول في العالم، حيث يبلغ حجمه 11.5 ملم فقط. يأتي الجهاز الجديد بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وأداء أسرع بكثير من أجهزة ماك بوك إير التي تعمل بنظام إنتل ونظام الصوت المكون من 6 مكبرات صوت. أما عن ثمنه فيصل ل $1,299 أو $1,199 للمستخدمين في التعليم. من بين المستجدات التي جاء بها المؤتمر أيضا تلك المتعلقة بالمساعد الرقمي سيري، حيث أعلنت أبل عن تحديثين جديدين لسيري خلال مؤتمرها السنوي، بما في ذلك حذف كلمة مرحبا من عبارة إطلاق المساعد الذكي سيري. وبالتالي عندما يتم إطلاق iOS 17 في وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن من تشغيل المساعد الرقمي من أبل بمجرد قول سيري. آخر منتج هو شرائح معالجي M2 Max و M2 Ultra كتحديثات على Mac Studio. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات جديدة بسرعة هائلة مع أداء أسرع حتى 25 مرة من M1 Max. أضافت أبل أيضا M2 Ultra في عائلة شرائحها، ما سيوفر أداء وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 20% من M1 Ultra. كما أن M2 Ultra يمكن أن يدعم 192 جيجا بايت من الذاكرة الموحدة، أي أكثر بنسبة 50% من M1 Ultra. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة تيكويك. ضرب لكم موعد لا سمع بخشانة كامل على تيريداتكم رقمية لودجي راديو، وكذلك على قناتكم لودجي تيفي.